الآخر وزارة الداخلية. في بيان النهارده طلع من وزارة الداخلية استكمالا لجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القيادة مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أكتوبر الواحات بتاريخ 20 أكتوبر 2017، وتوجيه ضربة قاسمة لأحد مواقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية المشار إليها بتاريخ 31 أكتوبر 2017. المهم في الاخر بعد وجود رشاشات وبنادق آلية وخرطوش وطبنجات وقنابل اف اي وكميه كبيره من الذخائر متنوعه الاعيره، واصلت الاجهزه الامنيه جهودها بالتنسيق مع القوات المسلحه في تنفيذ الخطه الامنيه الموضوعه من خلال التوسع في عمليات تمشيط المنطقه الصحراويه المشار اليها والمناطق المتاخمه لها وتتبع خطوط سير العنصر الهارب. يعني موضوع الواحات احنا لسه مكملين ليه. النهارده في معلومات أوردتها وزارة الداخلية بخصوص عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري. عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري مواليد 5/10/92، يقيم بمدينة درنا بليبيا. كشفت عمليات البحث والتحري عن الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر البؤر المشار إليه. يعني المجموعة كلها الإرهابية كلها اتضربت في الضربة الجوية اللي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الواحات. كان في عنصر هارب اسمه عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، المفروض ان هو يعني صورته موجوده في اخبار بكره او في جرايد بكره اليوم السابع. بتقول الارهاب الاجنبي المضبوط في حارس الواحات ليبي، والداخليه بتقول قاد معسكرا يضم 29 تكفيريا من الجيزه والقليوبيه، وامن الدوله تبدا التحقيق مع المتهم. استاذ محمود عبد الراضي واستاذ محمود ناصر. هنا العنصر الارهابي موجود في ده يا شباب، ده العنصر الارهابي الموجود في حارس الواحات، وزي ما اقول لحضراتكم تاني ان هو ليبي، ويعني في تفاصيل مهمة جدا موجودة في البيان. والداخلية تكشف تفاصيل حادث الواحات الإرهابي الإرهابي الأجنبي المضبوط ليبي، وقاد معسكرا يضم 29 تكفيريا من الجيزة والقليوبية، وتسلل إلى البلاد مقبلا من درنا برفقة الإرهابي عماد عبد الحميد. هنا أيضا أستاذ عصام أبو زديرة في المصري اليوم، الداخلية بتقول إن المتهم المضبوط بحادث الواحات ليبي الجنسية ومقتل قائد المجموعة المصري وكشف تورطها في هجوم أتوبيس أقباط المنيا. أشارت معلومات قطاع الأمن الوطني لأن عناصر هذه البؤرة استقطبت 29 عنصرا تكفيريا بمحافظتي الجيزة والقليوبية تمهيدا لإلحاق بعضهم بالتنظيم، وتولى آخرون مسؤولية الدعم اللوجستي لموقع التمركز، وتم ضبطهم جميعا عقب تتبعهم وتحديد أماكن اختبائهم. كما أكدت المعلومات تورط بعض عناصر البؤرة في الهجوم على أتوبيس أقباط المنيا في 26 مايو الماضي، وأثبتت الفحص الفني استخدام بعض الأسلحة المضبوطة في تنفيذ ذلك الحدث. ده معلومات يعني خلاص احنا دلوقتي عرفنا انه هذا العنصر اللي تم القبض عليه هو ليبي الجنسية، وطبعا في معلومات مهمة جدا هتقروها بكرة في الصحف بخصوص هذا الارهابي وبخصوص القبض عليه. اعتقد دي يعني برضو من الضربات المهمة جدا للقوات المسلحة والضربات المهمة جدا لوزارة الداخلية والاطار ده. انا بس يعني احنا كنا بيبقى في بيننا وبين وزارة الداخلية بعض التعاون بشأن القضايا التي تثار، ليه خصوص بقى حاجة في مواليد، حاجة في مشكلة خاصة بواحد عايز يتنقل مثلا من سجن لسجن لأوضاع صحية أو أوضاع أسرية، حد عنده مشكلة في المنطقة اللي هو فيها. يعني احنا بقى لنا فترة كده الحقيقة يعني التعاون قليل شوية، يعني نتمنى على وزارة الداخلية انه حد يتعاون معنا بالصورة المطلوبة، لانه احنا يعني همنا في الاول والاخر انه يكون في يعني ان المواطن يلاقي الرعايه المطلوبه، لو مش من خلال البرنامج حتى من خلال اي برنامج تاني يعني، بس تبقى المسائل موجوده يعني، لانه يعني في بقى لنا فتره كده الحقيقه في شويه تراجع، ما اعرفش من عندنا او من عند الوزاره ما اعرفش انا يعني، بس في شويه تراجع ممكن يكون العيب مننا احنا، لكن على اي الاحوال نتمنى ان تعود الامور زي ما هي وتمشي المساله بالصوره المطلوبه.